اي طلع طلع تبارك الرحمن. تقدر تشيلها ولا يطقها منتر؟ انضغط كذي نبشر بخير. تاخذ هذا الكنعد ان شاء الله غدا اليوم. هذه القطعه الاولى صارت شنو صمونه الكنعد. ما ادري اكل هذه ولا اروح حق هذيك. الصبر مفتاح الفرج يا ابو صالح. أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله طالعين تشغيل. هذه بداية طلعة ما شاء الله. الشمس للحين ما طلعت. ليه مسعود؟ صباح الخير. صباح النور. هذا مسعود شلونك؟ ليه أبو محمد من الأميرة. صباحك الله بالخير. ما شاء الله مضبطنا أبو محمد اليوم. حاضرين الله يعطيك العافية. أشوف الحين مضبطنا هني بالسلة هذه. افتح السلة خلنا نشوف. أوه يا سلام. ضبطني طبعا انا هذه السله تقريبا كلها ما تمني. هذا ضبطنا بكرك اصلي مطبوخ على نار هاديه على قولتهم. الحين ان شاء الله متوجهين حق الصيد. ان شاء الله نشوفكم بس الله التوفيق. تونا مبلشين العادة نزلنا سنارتين بالماي والحين بننزل هذه وهذه البوردات 12 السايدات وهني 10 وهني 8 هذه 8 نسأل الله التوفيق يا الله يا رب ارزقنا. هذه الحمد لله أول واحدة ضربت عند الشباب. لا تطيح اسحبها اسحبها اسحبها. عاش هذه الاولى الحمد لله حجمها صغير بس ان شاء الله بداية خير يا رب. ما شاء الله هذول ثنتين صابوا ويا بعض. هذه الاولى هناك يا ابو سعود ما شاء الله حجمه حلو. يلا هذيك الثانية قاعد تسحب ما شاء الله كانت واقفة سبحان الله. صار لنا ساعتين الحين تضربها وتنتهي. اسحب البرد هاي. هذا بين مكاين بين مكاين اسحبها. اي طلع طلع ما شاء الله زي ما راحت. اي والله زي ما راحت. انا اشوف راسه هني ان شاء الله. انت بتطلع اقول لك هني راسه مبين بين المكاين ما شاء الله. هذا الحجم ما شاء الله طيب بارك ها رغم المرادين. توني قاعد اقولهم خلينا نغير ملينا احنا هني جايين نبكر حيل. تعوني اقولهم خل نروح من المرادم ماكو شيء هني. سبحان الله صادوا ثنتين وكلهم احجام طيبه تبارك. هذا ما شاء الله صادوا وحده. ما شاء الله تاخذ اعطتنيها من هني على جنب عشان لا تاورك. ثقيله ما شاء الله. شوف اذا تعرف ثقيله لازم تحزن اصبعك كذي ما شاء الله. هذه خوش حجم تبارك الرحمن. ها بلش الصيد ان شاء الله
شوي الله كذي مبشر بخير. إيه نتفاعل الحين بتصيد إن شاء الله. يون سنرى مستعدين. سعود ها شو انت بنسوي؟ يقول ما تبين نروح من مرادم. ايه انا اقول نروح. الله يعين. شكلي 30 مره قالها لي. شوف الصيد شوف الصيد. انا كنت بقول كذي عشان الشرعد يتحمس ويضرب على سنانيرنا. ها ما شاء الله. عاد شفكنا منه دقيقه بيقول لي نروح من المرادم. يا الله. طال عمرك مرات الواحد يعني يشوف انه ماكو صيد ولا شيء، لابد ان رفيجه يحبسه. فابو صالح صادنا اول ما جينا يعني قعدنا شوي صدنا وحده. قلنا ما في شيء متبين نغير لان طاف الوقت اللي امس صادين فيه وما صدناش. فقال ما تبين نغير مكان نروح مكان ثاني من المرادم تبعد عن هني تقريبا 40 كيلو تقريبا. نص ساعة. ننطر شوي. الصبر مفتاح الفرج يا ابو صالح. نعم. صبرنا والحمد لله صدنا. والحمد لله الحين الصيد طبعا يسوى الصراحه فبنقعد هني ان شاء الله يزيد ان شاء الله. ما شاء الله صايدين واحده الحين شكلها كبيره او صايده بالعرض لانه مو راضيه تسحب السناره. ليش يعني كبيره؟ بالعرض. لا زين حجم حلو. تبارك الرحمن. خوش حجم. يمين. حلو. لا والله حجمها زين. أنا أحس بالي صغيرة. لا خلها داخل. السر كله بابو سعود بابو محمد اول ما قال ابنام تصيد السناره الحين ها انسده جهزوا نفسكم حنا والطراد هذاك يلا نعد للعشرة الحين ونصيد ان شاء الله. على حسب الجنب اللي نايم عليه يمين ولا على حسب الجنب الحين اليمين ها بس خلاص ما شاء الله هذه تونا مطلعين تبارك الرحمن حجمها حلو بعد الله. مو يا البورد برجع البورد انا ما ادري والله صدنا واحد او قصت بورد انا بنرد عليه اي برد بسرعه فوق فوق ايوه ما شاء الله ما شاء الله خوش حجم لا تعورك ما شاء الله هذا صادت بعد على قولتهم نطرة طويلة الحين إن شاء الله بمسك القيادة أبو سعود وبقصص جنعدة عشان نسويها غدا. سعود خفف عليه خفف عليه ما شاء الله ثنتين صايدين
الأبد. خلاص هذه الأولى والحين هذه الثانية نطلعها إن شاء الله. عزيز لف علي شوي. لف صابي لف صابي عزيز. هذا اذا شوف هذا اثار السحب توني طلعت كان عده قصتي دي شوفوني ان شاء الله حجمه كان كبير وانا ما لفيت على ايدي عدل بس سحب شوي وخيط وقص طبعا عندنا تسوس بس ما ناخذ نلبس الحين ان شاء الله بنسوي غدا اول شيء بنقصص طماط بصل وبعدين قص السمكة إن شاء الله نسوي لكم كذي صمون تاكو فريش بإذن الله. هذا كان ان شاء الله غدا اليوم هذه كافيه حقنا ثلاثه ان شاء الله قصه وطلع طبعا بس كذي بسم الله اصورني الصوت هذه توه واحدة صايدينها تحت هذه القطعة الأولى
وهذه القطعه الثانيه وهذه كم عده بصه شفافه كلش شو نسوي فيها حمله تردها بحر نبي نقطعها بحر الحين يلا بسم الله عاش تخيل البورد يصيدها الحين هذه السلسلة هني نطلعها اللي فيها الدم ما نبي قصة عادي كذي هذه نقطعها بحط بس كذي قطعة بعدين أخذها على جنب سبحان الله طوبة هيا طوبة هذا الله وإحنا نقصص الكم عدة طوبة هذا ثم الثانية بعد طوبة وما أدري شوف ما أقول الحين خلنا نشيل شغلنا لا تجي كم عدة طشوا طشوا الطعة هذه كذا اوكي شوف راحت على الجنب نازله خلاص شكلها كبيره ما صوت لي فوق هذا يا لوجن تسمع الصوت تحت طيق طيق ها الحين مصلحته بس تشوف الحين هذه لقطة وخلصنا هني إن شاء الله الحين بروح المطبخ جدا بوريك المطبخ إن شاء الله سيما اللحم ملكنا مهبطل فلفل أسود هذه حلوه البهارات عزيز اذكرها بس بهذا الحق زينه اوه كل شيء طبعا الحين قاعد هذه البهارات خلطه سريه نقلبهم ونبهرهم نفس البهار الحين حطينا الزيت وهذا السمك مبهر وجاهز وهني ابو محمد مبهر قطنا الصمون الله يعطيك العافيه هذا ابو سعود ماسك القياده اي يقلب السكان الحين بس ها؟ اذا ضربت الريحه
شو الريحه؟ هذا التصوير طلع الريحه. المفروض زيت الزيتون، بس ابو سعود ما يحب زيت الزيتون، قال لي زيت عادي. الحمد لله عندنا زيت عادي وعندنا زيت زيتون. زيت زيتون مع جبن مع هذا اوكي. ما تحمل الناس اذواق يعني والله اذواق، بس زيت الزيتون صراحه يعطي نكهه جميله. باقي لها ان شاء الله دقيقتين وتجهيز. يا سلام يا سلام. عيون هذا مايونيز اني حاطين فلفل مايونيز وغادي على نار هاديه. والله هذا خلص الكريم شباب. واحدة راحت من أول ما هذا من اللي ناقص عنده؟ شايف هذا الحين شو نسوي فيها؟ نلفها كذي ونلفها الصوب الثاني، بس ما اقدر اسوي الحين، بلفها اوريكم اياها. وهذا يطبخ. هذه الحين صارت شنو؟ صمونة تشنهد فريش علينا بالعافية. يلا ابو محمد وين رايح؟ ضربت وين الوضع الحين؟ اكل عزيز من يصيد؟ والله انا قاعد اسوق كيفكم. هاي مشكله الشفاحه، هنوقف هناك الا بنشخط واحنا هناك. انت اسمه فاضي، ما ادري اكل هذه ولا اروح حق هذيك. الدفعة الثانية بعد ما خلصنا المعركة مع الجنعدة، الحين كذي تحط طال عمرك هذا بصل، حط شوية طماط، بعدين تحط لك صلصات. هذا ابو سعود هنا، ابو محمد هنا ما شاء الله عاش عاش ابو محمد. هذا الجنعدة هذه كاتشب مايونيز. هذا كاتشب مايونيز بس ما تبي هذا؟ اوكي خلينا نزيد شوية بصل. كنا شنو؟ كنا وحدة ضربت. سوي نفسك اصلا، انا كني اسمع قرقاق بس ما راح نشيك. كذي نقصها، الربع يبونها يبونها شوي مستوية زيادة. شو اسمها؟ كرانشي ها؟
يا سلام مسدد. بسم الله. ماكو احلى من شيء فريش. طعمه لذيذ وما في صفر. طبعا هني صمونه بس ناطرها تبرد شوي. هذه قاعد طقطق فيها كذي. شوف ما شاء الله. شلونها؟ قويه. قويه ها؟ يلا بالعافيه بالعافيه. هني ابو محمد من جابل الله يعطيه العافيه. ممتاز الله يعطيك العافيه. نقزتنا هذه اللي توها ها؟ شلون؟ رحنا ناكل. مساء صمونتنا الاولى ضربت. الحين خلنا ناكل وانتهينا قبل لا تضرب مره ثانيه. اول مره؟ ايه؟ ما ودنا تضرب. اول لما ضربت باقي خلقنا. لان بنص الصمونه. يا الله. يلا ناكل الحين ان شاء الله وبعدها ان شاء الله. ها ابو سعود. شنو باقي؟ باقي صور وانت تغسل المتابعين. ما يصير انا اطبخ وانا اغسل، كل مره هو يطبخ وانا اغسل. الحين نغسل الماي وبعدين شنو ها؟ مقله واحده وش اسمه؟ قفشه وستشيل. هو اذا طبخ 60 جدر انا اغسل. يلا دورك عاد غسل. اكل بالعافيه وخلص وبعدين غسل. ابشر ما شاء الله يا الطبخ سني الاجواء جميله الصراحه. الصيد حاضر يقول لك سعود مودينا اماكن الصيد. هذه ما شاء الله صايدين وحده يقول ابو سعود كبيره. هذه حجمها حلو. كبيره ولا؟ تقدر تشيلها ولا يطقها منتر؟ شيل شيل شيل. بسم الله ما شاء الله. لا كبيره ما شاء الله. هذه على لون بعد ثاني. بلني ام المرادم كل شوي ها تبي نروح ام المرادم. ها صادت ما شاء الله. ما شاء الله. وش كان عده؟ هذا تعطيها شاي. وطالع السنارات تطل عليهم كذي. صايدين مصايدين يقرقشون. ابو سعود يعطيك العافيه. خوش طلع اليوم ها؟ صيد خوش صيد الحمد لله. هذا البوردات سلعناهم قصصناهم والحين ان شاء الله بنرجع على الديار. صيد اليوم ما شاء الله ثلاجه تقريبا يعني قريب الفل. بعد شوي ان شاء الله نعدهم ونوريكم ان شاء الله. وهني الحمد لله طلع التشخيط هذا انتهت. لا تنسونا من دعائكم ودعم القناة باللايك سبسكرايب. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا الحين بنعد. خلينا نقول بسم الله. هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة باكس أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر 11 12 13 14
15 16 17 17 ما شاء الله 17. انا توقعت 14. انت 15 صح؟ انا قلت 10 12. ما شاء الله هذا الصيف تبارك الرحمن، ويدي ثلجت حدها، هذه اثار الجريمه.